بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي غمر كل موجود جوده، وتجلى في كل مشهود شهوده. سبحانه تسبح له السماوات والأرض وما بينهما، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أحمده تعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله هاديا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبتحية الإسلام الطيبة المباركة أحييكم جميعا أيها المشائخ والإخوة والأبناء، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا، وإني لأهنئ نفسي وأهنئكم باجتماعنا في هذا المكان الطيب وفي هذا اللقاء الذي جمع هذا الشتيت من أهل الخير من أجل مناسبة غالية عزيزة، هي افتتاح بيت من بيوت الله تعالى في أرضه. تلكم البيوت التي هي مشارق أنوار الله سبحانه، والتي تتجلى فيها للسالكين والواصلين مشاهد الربوبية والألوهية، وتتصل فيها القلوب ببارئها، وتناجي فيها الأرواح خالقها. إنها لمناسبة غالية، ولا ريب أن هذه المناسبة تدعونا أولاً إلى أن نحمد الله سبحانه وتعالى على أن أتاحها لنا ويسر لنا أسبابها، ثم بجانب ذلك أن نشكر صاحب الأيادي البيضاء حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان المعظم حفظه الله على عنايته بعمارة بيوت الله سبحانه وتعالى، وتشجيع الناس على أن يتأسوا به في العناية بهذه العمارة. ولا ريب أن الناس كلما تحفزت هممهم من أجل القيام بهذا الأمر قوي إيمانهم وقويت صلتهم بالله، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه العزيز أن هذه العمارة إنما تدل على الإيمان، عندما قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم، هذه العمارة سواء كانت حسية أو كانت معنوية إنما تدل على هذا، ذلك لأن المساجد هي بيوت الله تعالى في أرضه، وعمارها هم زواره، فإن كل من يخرج من بيته قاصدا بيتا من بيوت الله إنما هو يزور الله تعالى وهو في كنف الله وفي ضيافة الله سبحانه وتعالى. كيف وأنتم ترون أن الله سبحانه وتعالى عندما ضرب مثلا لنوره بيّن أن مقتل هذا النور ومشرقه هي هذه البيوت، هذا النور الذي ينعكس على القلوب فتشرق هذه القلوب بالصلة بالله سبحانه وتعالى
فتظل في خوف وفي رجاء من الله عز وجل، وتظل على صلة بالله سبحانه توجه القوى والأبدان من أجل طاعة الله عز وجل، لتكون الحياة كلها مؤطرة في الإطار الصحيح، إطار الطاعة لله. إذ النفوس لا تسعد والأرض لا تستقر إلا عندما يكون أهلها موصولين بالله، إذ الأرض إنما هي جزء من مملكة الله سبحانه. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الكون كله يسبح بحمده، فالكون بجميع أطرافه المترامية وبجميع ذراته التي لا يمكن أن تدخل تحت الحصر إلا في علم الله عز وجل، إنما هي تسبح بحمد الله وتسجد خاضعة لجلال الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ويبين لنا سبحانه أن هذه الكائنات بأسرها إنما تسجد لجلال الله، عندما يقول عز من قائل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فالكائنات كلها تسجد لله وتسبح بحمد الله. أما الإنسان الذي أوتي الاختيار فإنه قد ينسجم مع هذه الكائنات، فيظل أيضا يدور في فلك عبادة الله تعالى، وإما أن يند عن هذه الكائنات ويظل في نشاز معها واختلاف في توجهه وتوجهها. الإنسان آتاه الله سبحانه وتعالى ملكة الاختيار وهداه النجدين وأقام عليه الحجة وجعل كل ما في كيانه وكل ذرات الكون من حوله شاهدة تشهد أمامه بعظمة الله وبضرورة أن يكون الإنسان متوجها إلى الله، فهو يختار بنفسه الطريق الذي إما أن يوصله إلى الله سبحانه وتعالى ورضوانه، وإما أن يوصله إلى سخط الله سبحانه وتعالى فيوقعه في دركات نيرانه. لذلك كان على الإنسان دائما أن يكيف حياته وفق مقتضيات نظام هذا الكون، وعندما يسير الإنسان في هذا الاتجاه لا ريب أنه يشعر بأنه ينسجم مع حركة هذا الكون، أما عندما يشد عن ذلك ويند فلا ريب أنه يشعر بالوحشة بينه وبين كل كائن من الكائنات بسبب بعده عن هذه الكائنات ونظامها، بل بعده عن مكونها سبحانه وتعالى. من أجل هذا نرى الذين غرقوا في المادة والحياة المادية والفكر المادي يشعرون بعداوة بينهم وبين الكون، ولذلك عندما يتحدثون عن التعامل مع الكائنات يتحدثون بلغة العداوة، فيقولون: استطاع فلان أن يقهر الطبيعة، كما يقولون بأن الإنسان غزا الفضاء. هذا كله سببه البعد عن الله سبحانه وتعالى، على أن توجه الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى وامتثاله لأمره لا يؤدي إلى أن ينسجم مع الكون فحسب، بل ينسجم مع حركته الاضطرارية. فللإنسان حركتان: حركة فطرية اضطرارية وحركة كسبية اختيارية. هذه الحركة الكسبية الاختيارية
عندما يشد الإنسان عن أمر الله سبحانه وتعالى لا ريب أنه يشعر بأنه في قلق وفي اضطراب، إذ لا يكون هنالك توائم بينه وبين نفسه، فالفطرة تدعوه إلى شيء بينما تمرنه يذهب به في طريق آخر. وهذا مما يولد الاضطراب النفسي، ويولد إلى أن يكون الإنسان في حياته عدوانيا، يشعر دائما بأن ما حوله عدو له، بل يشعر بأن ما يوجد في كيانه نفسه لا يتفق مع ما يريده هو. وتنجم عن ذلك مشكلات متنوعة. فإذا توجه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى إنما يجعل الإنسان عبدا مطيعا لله. ولذلك عندما كانت المساجد بيوت الله تعالى في أرضه، جعلها الله تعالى خاصة به وحده، لا دخل لأي أحد في شأنها، ولا يتصرف فيها إلا بحسب ما أذن. فقد ضرب الله أولا المثل لنوره عندما قال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ثم بيّن أين يشرق هذا النور، ومن أي أفق يبتلى. فبيّن أن مشرق النور هذه البيوت، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وترون أن الله تعالى بيّن ما أذن به في هذه البيوت، أذن أن ترفع هذه البيوت، ورفعها إنما هو بذكر الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أي تصرف فيها إلا ما أذن به الله، كما بيّن أنها خاصة به في قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، المساجد لله ولا يدعى مع الله تعالى أحد. الله سبحانه وتعالى من فضله على عباده كرم العباد بالصلة التي بينهم وبينه، إذ لم يغلق في وجوههم أبوابه، ولم يقطع عليهم سبله، بل جعل السبلة الموصلة إليه ميسرة، والأبواب التي تفضي إلى نواله وفضله في الدنيا والآخرة مفتحة. فبإمكان الإنسان في أي وقت أن يتصل بالله سبحانه وتعالى، في ليله وفي نهاره وفي شدته وفي رخائه وفي يسره وفي عسره وفي مكرهه وفي منشطه، على أن هذا الاتجاه إلى الله يمكنه أن يكون من أي مكان كان، إلا أن الله تعالى من فضله أراد أن يكون للناس تجمعا في ظلال العبودية له. هذا التجمع ينتظم أحوال الناس، فلذلك شرع الله سبحانه وتعالى للناس أن يقيموا هذه المساجد في الأرض من أجل أن يتوجهوا إليه راكعين ساجدين، وعندما يدخلونها يشعرون بالطمأنينة، لأنهم يحسون أنهم دخلوا في كنف الله، إذ هم دخلوا في بيوت الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى هو الذي يتولى أمرهم، وهو الذي يقضي حاجاتهم، وهو الذي يستجيب دعاءهم، فليس لهم أن يدعوا غير الله سبحانه وتعالى، إنما عليهم أن يفردوا الله تعالى بالعبادة. وعندما تلم بهم ملمة
عليهم أن يلجأوا إلى الله تعالى وحده، وأن لا يطلبوا قضاء حاجتهم من غيره سبحانه وتعالى. ولا ريب أن طبيعة الإنسان فطرت على الإطمئنان عندما يشعر أنه في كنف عظيم يلجأ إليه ويلوذ بفضله. والله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. قد كان قبل خلق الزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان، لا تحويه الأمكنة ولا تجري عليه الأزمنة. سبحانه تنزه عن أن يطلب بأين أو يدرك بعين. لذلك جعل الله تعالى لعباده أماكن يشعرون فيها بالطمأنينة، إذ يشعرون أن هذه الأماكن تغمرها أفضاله سبحانه وتعالى، وتشرق عليها أنواره، وهم من خلال تجمعهم في هذه الأماكن يكونون موصولين به، وتترابط قلوبهم بالرباط الروحاني الذي يشد بعضهم إلى بعض ويجعلهم جميعاً في مقام التساوي، فلا يفضل بعضهم بعضاً إلا بقدر ما تصفو أرواحهم وتخلص قلوبهم لله سبحانه وتعالى، إذ ميزان التفاضل بينهم تقوى الله، لا يفضل أحد أحداً إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، وليس بينه وبين أحد من خلقه سبب إلا التقوى، فبالتقوى يتفاضل عباد الله. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإذا كان الناس جميعا متساوين من حيث درجاتهم، ومن حيث منازلهم، ومن حيث قربهم من الله سبحانه وتعالى، لا يتفاضلون إلا بالتقوى، فإنه ولا ريب كل أحد منهم ييسر له سبيل الاتصال بالله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم، عندما تلم بأي أحد ملمة عليه أن يلجأ إلى الله، على أنه في لجوئه هذا يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى. فالله تعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فكل أحد بإمكانه أن يدعو الله تعالى في أي وقت كان، إذ الله تعالى لا ينام ولا يغفل ولا تجري عليه صروف الحياة، إذ الحياة هي مخلوقة له، خلقها ومنحها من شاء، وحياته سبحانه وتعالى حياة أزلية أبدية ليست كحياة العباد. وقد سمعنا من سعادة الشيخ غصن بأن البلد ألم بها الكثير مما يدفعنا إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يقتضي أولاً أن نحاسب أنفسنا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمنع أحداً خيره إلا بسبب، فعلينا أن نفتش عن هذه الأسباب
حتى نعرف سبب امتناع فضل الله تعالى، سبب امتناع نزول الغيث منه سبحانه. إنما السبب من أنفسنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عفو الله سبحانه وتعالى أشمل وأعظم، ولكن يذكرنا الله سبحانه وتعالى بأننا نفتقر إليه، فإذا علينا أن نرجع إليه، ورجوعنا إليه إنما يكون بأداء العبادة على الوجه المشروع، بحيث نخلص هذه العبادة له تعالى وحده، إذ لا يوجد من يستحق أي شيء من العبادة غيره تبارك وتعالى. كل الكائنات هي عابدة لله، كل الكائنات هي بحاجة إلى الله، والله تعالى هو الغني. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى كيف يرتبط أمر العبادة بفضله علينا، فالله تعالى قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أن كل ما يأتيكم من رزق، وكل ما يأتيكم من فضل، وكل ما يشملكم من رعاية، وكل ما يحوطكم من بر، إنما هو من عند الله، فكيف مع هذا تلجؤون إلى غير الله سبحانه؟ وترون أن الله تعالى قرن بين العبادة والاستعانة في الكتاب العزيز، وبين أنه يجب أن يخلص لله في الاستعانة كما يخلص له في العبادة، وأن يفرد بالاستعانة كما يفرد بالعبادة. فقد علمنا في السورة التي نكررها في كل ركعة من ركعات صلواتنا أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك. فليس لأحد أن يدعو أحدا من البشر ويقول له: اهدني السبيل، أو ارزقني مالا، أو اجعلني من أهل الفضل، أو امنن علي بالعلم، أو امنن علي بالفهم، أو امنن علي بالولد الصالح، أو امنن علي بالمال الوفير، أو امنن علي بالذرية الطيبة، أو امنن علي بالتوفيق، لأن كل ذلك مما لا يستطاع من قبل العباد. نعم، هناك وسائل يتخذها العباد من أجل نفع بعضهم بعضا والتعاون فيما بينهم مشروع، لكن فيما وراء هذه الأسباب يجب أن يرجع إلى مسبب الأسباب. فيما وراء طلب الأمور بأسبابها من الناس يجب أن يرجع إلى الله. ليس لأحد أن يطلب من أحد أن يجعله غنيا، إذ المغني هو الله، وإنما قد يطلب منه قرضا حسنا، وقد يباح له حتى أن يطلب منه عطية عندما يكون في أشد الافتقار، لكن عليه أن يشعر مع ذلك أن هذه العطية من عند الله، وأن الله تعالى هو الذي سخر هذه الأسباب. فلا يجعل من ذلك الإنسان المعين الذي هو في حقيقته ضعيف، وفي حقيقته فقير، وفي حقيقته عاجز، وفي حقيقته عاجز، أن ليس له أن يجعل منه ندا لله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ليس لأحد أن يتخذ أي شيء من مخلوقات الله تعالى ندا لله سبحانه. وللإنسان أن يأتي إلى آخر فيطلب منه أن يعلمه شيئا من العلم، لكن أن يجعله عالما ليس ذلك بإمكانه، فضلا عن الأمور التي لا دخل للناس فيها. ليس لأحد أن يأتي إلى أحد أيا كان فيطلب منه أن يمن عليه بالذرية،
إذ الله تعالى وحده يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو زوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. نعم، الدعاء يجب أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. وأنتم ترون أن الكتاب العزيز علمنا بأن أي أحد من الناس لا يمكن أن يحقق لغيره منفعة أو أن يدفع عنه مضرة إلا بإذن من الله وبإرادة الله وبتسخير الله، بل لا يستطيع أحد أن يحقق لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا إلا بتوفيق الله. الله تعالى يخاطب أفضل الخلق الذي أرسله رحمة للعالمين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المفضل حتى على الملائكة، فيقول له سبحانه وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا خطاب لمن؟ للنبي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو بلا ريب أفضل خلق الله سبحانه وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا القدر العالي الذي يتبوأه والمنزلة الرفيعة التي أنزله الله تعالى سبحانه وتعالى فيها والعناية الربانية التي تشمله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكيف بغيره صلوات الله وسلامه عليه؟ أن لغيره سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، أن يملك لأحد من الناس منفعة أو مضرة. فأولئك الذين يعتقدون أن طائفة من الناس تملك ولاية تكوينية تتصرف في هذا الكون عطاء ومنعا ورفعا وخفضا وإعزازا وإذلالا وإسعادا وإشقاء، إنهم في الحقيقة اتخذوا لله تعالى أندادا، جعلوا لله تعالى أندادا، إذ هذا هو جعل أنداد لله سبحانه وتعالى. مهما كان قدر الإنسان، لا عبرة بأن يكون ذا حسب رفيع أو فضل عظيم أو شرف لا يسامى أو علم واسع أو قدر عالي، بل حتى لو كان نبيا مرسلا لا يمكن أن يتمكن أي أحد من أن يفعل شيئا من ذلك، إنما ذلك كله لله سبحانه وتعالى. يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعلي من يشاء ويخفض من يشاء، كل أمر بيده، السماوات والأرض هي مخلوقة بأمره، وهو وحده خلق هذا الكون. وقد أقام الله سبحانه وتعالى الحجة على المشركين الذين كانوا يتعلقون بغير الله ويتقربون إلى غيره سبحانه وتعالى ليتخذوا من ذلك وسائل لتحقيق منافعهم أو دفع مضارهم، أقام عليهم الحجة بما بين لهم أن هؤلاء الذين يدعونهم إنما هم عباد أمثالهم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالهم وأمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ومعنى هذا أن كل من كان عبدا لا يجوز أن يدعى، ومن هو غير عبد؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محاجة أولئك المشركين الذين كانوا يتخذون هذه الأنداد: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا،
قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فإذا كان الله تعالى هو خالق كل شيء فمعنى ذلك أنه مصرف كل شيء، إذ ليس لأحد دخل في أي شيء كان. وقال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الكون كله مملوك لله سبحانه وتعالى، هؤلاء كلهم لا يملكون مثقال ذرة في هذا الكون الواسع الأرجاء المترامي الأطراف، وإنما هو ملك لله. ماذا خلقوا من الأرض هؤلاء حتى يملكوا شيئا؟ لا يملكون مثقال، وما له ما لله سبحانه من هؤلاء من ظهير. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم فيه شرك في السماء. يقول الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ثم أتبع ذلك قول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الله تعالى وحده هو الذي يمسك السماوات والأرض، هو الذي رتب هذا النظام الكوني وسخر هذه الأجرام الفلكية تدور في مداراتها وتسير في أفلاكها ولا يقع بينها أي تصادم. لو أن الله سبحانه وتعالى أهمل ذلك وتخلى عن تدبير ذلك أي تدبير يمكن أن نصرف السماوات والأرض؟ فكيف يدعى غير الله سبحانه وتعالى؟ ويقول سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ثم يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله بل لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وليس هذا فحسب، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هؤلاء ولو كانوا بررة صالحين لا يرضون أبدا أن يدعوا من دون الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون والأولياء الصالحون لا يرضون أن يدعوا من دون الله، ويوم القيامة هؤلاء يكونون لهؤلاء الذين يدعونهم من دون الله أعداء ويكفرون بعبادتهم لهم. فلذلك يجب التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده بالدعاء وعدم إشراك أي أحد من خلق الله تعالى في الدعاء، كما يجب أن لا يشرك أي أحد من خلق الله تعالى في العبادة، إذ العبادة إنما هي خاصة بالله والدعاء هو مخ العبادة. فلذلك يجب أن يكون خاصا بالله سبحانه وتعالى. هذا ولا ريب أن هؤلاء الذين يدعون من يدعون من دون الله ويدعون أن لهؤلاء ولاية كونية يتصرفون في هذا الكون فيعطون من شاء ويحرمون من شاء ويرفعون من شاء ويخفضون من شاء ويعزون من شاء ويذلون من شاء ويسعدون من شاء ويشكون من شاء، إنما هم مشبهة، إذ شبهوا غير الله بالله. وفي مقابلهم من يشبه الله تعالى بغير الله،
وكلا الفريقين على ضلال. من شبه الله تعالى بخلقه ووصف الله سبحانه وتعالى بالافتقار إلى الزمان أو المكان، أو وصفه بالأبعاد والأجزاء، أو وصف الله تعالى بالعوارض والأحوال، هو مشبه شبه الله تعالى بخلقه. وأولئك الذين يزعمون أن للمخلوق من ولاية تكوينية ومشاركة تعالى في تصريف الكون وتدبيره وإسعاد من شاء وإشقاء من شاء، إنما هم يشبهون غير الله تعالى بالله. وكلا التشبيهين ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه ليس كمثله شيء، وقد بيّن سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن من تجري عليه الأحوال ويتحول من حال إلى حال لا يصلح أن يكون إلها. بيّن ذلك من خلال حكايته لحجة إبراهيم عليه السلام في خطابه لقومه الذين كانوا يعبدون الأجرام الفلكية. فالله تعالى يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. لماذا قال هذا ربي؟ هل يعتقد هو أن الكوكب هو ربه؟ لا، وإنما أراد أن يقيم الحجة على قومه وأنهم في ضلال مبين، وأنهم يدعون من دون الله ما لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم، وأن عليهم أن يوحدوا الله تعالى الذي لا تجري عليه الأحوال ولا يتحول من حال إلى حال. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. ما هو الأفول؟ هل هو انعدام للكوكب؟ لا، وإنما الأفول هو تواري للكوكب وراء الأفق، ولكن هذه حالة لا يمكن أن يتصف الله سبحانه وتعالى بها. الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا تجري عليه الأحوال لأن الأحوال مخلوقة. وكذلك بالنسبة إلى القمر والشمس، كل منهما عندما أفل أقام الحجة على عباده بأن هذا لا يصلح أن يكون إلها. ثم بعد ذلك قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقد أيد الله تعالى حجته عندما قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. هذه حجة الله تعالى آتاها إبراهيم على قومه ورفع بها درجته عليهم، إذ هداه السبيل الأمثل، فكان هو الموحد لله تعالى. فإذا كل من شبه الله تعالى بخلقه إنما يدعي أن الله تجري عليه الأحوال، فهو يتحول من حال إلى حال، يتجلى تارة ويختفي أخرى، أو يرتفع تارة وينزل أخرى، أو أنه يحل في تعالى الله سبحانه عن ذلك علوا كبيرا. وفي المقابل هؤلاء الذين شبهوا الخلق بالله فأضفوا على هؤلاء المخلوقين صفات الألوهية وصفات الربوبية، هذا هو الضلال المبين. وأنتم ترون كيف نعى القرآن الكريم على الذين سلكوا هذا المسلك ونسوا الله سبحانه فاطر السماوات والأرض. لذلك كان علينا جميعا عند أي شدة تلم بنا أن نحاسب أولا أنفسنا، بل علينا حتى في اليسر وفي الرخاء وفي الفضل الذي نتبوأه من عند الله، علينا أن نحاسب أنفسنا. نحن لا نستغني أبداً عن فضل الله تعالى، يحيط بنا فضله من كل ناحية. لو حاول أي أحد من الناس أن
يشكر الله تعالى على أدى نعمة أنعمها عليه، واستعان بكل خلايا جسمه فكانت له ألسنة ناطقة، وظلت تسبح بحمد الله وتشكر الله سبحانه وتعالى بصريح العبارة، ثم أسعفته الكائنات بأسرها فكانت ذراتها جميعا ألسنة ناطقة وكانت معه تسبح بحمد الله وتعلن افتقارها إلى الله، لما استطاع أن يوفي شكر أقل نعمة من نعمه تبارك وتعالى. فما بالكم من جلائل النعم التي تحيط بالإنسان من كل جانب، أن لهذا الإنسان أن يشكر هذه النعمة. وإنما يرينا الله تعالى في بعض الأحيان ما يذكرنا بافتقارنا إليه وحاجتنا إليه وأننا لا يمكن أن نستغني عنه. الله سبحانه وتعالى يذكرنا دائماً حتى في حال امتنانه علينا بأن هذه النعمة لو قبضها ليست هنالك يد تستطيع أن تبسطها. فقد قال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين. لو أن الله سبحانه وتعالى أمسك قطر سمائه، أي يد تستطيع أن تستنزل ما أمسك الله؟ ولو أن الله تعالى أمسك نبات أرضه، أي يد تستطيع أن تستخرج ما أمسكه الله؟ على الإنسان دائما أن يشعر بالافتقار والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك على الجميع أن يدعو الله، علينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن حسب الطلب الآن نتوجه جميعا إلى الله بالدعاء والتضرع، لعل الله تعالى يرحمنا ويغيثنا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك ربنا ونتوب إليك ونعول في إجابة دعائنا عليك، ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك ربنا بأسمائك الحسنى كلها وبصفاتك العليا بكلها وبكلماتك التامات وبكل ما تحب أن يتوسل به إليك، نسألك ربنا أن لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا حفظته ورددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا رجاء إلا حققته، ولا بلاء إلا كشفته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا محروما إلا رزقته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا عيبا إلا أصلحته، ولا سوءة إلا سترتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح ومنفعة إلا قضيتها ويسرتها في يسر منك وعافية. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، والقبر خير بيت نعمره، واجعل ما بعده خيرا لنا منه. اللهم إنا نسألك أن تهب كل منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا، وإيمانا خالصا ثابتا، ويقينا صادقا راسقا، وعلما نافعا رافعا، ورزقا حلالا واسعا. ونسألك ربنا أن تهبنا إنابة المخلصين، وخشوع المخبتين، ويقين الصديقين، وسعادة المتقين، ودرجة الفائزين. يا أفضل من قصد، وأكرم من سئل، وأحلى من أصي. يا الله يا ذا الجلال والإكرام،
اللهم ربنا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ربنا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ربنا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، طبقا غدقا، نافعا غير ضار، رائثا غير عاجل، تدر به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتها. لا يدع واديا إلا أساله، ولا جدبا إلا أطال، أي ولا جدبا إلا أزاله، ولا أبا إلا أطاله، ولا قفرا إلا عاشبه، ولا مصر للمسلمين إلا أخصبه. إن بالعباد اللهم ربنا إن بالعباد والبلاد والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكه إلا إليك. فأدر لنا الضرع وأنبت لنا الزرع واسقنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم إنا نستغفرك استغفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك استغفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك استغفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا لنوق ضحوكا تمطرنا به رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغث عبادك واسق بهائمك وأحي بلدك الميت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا خطايانا كلها وتب علينا توبة نصوحا وتقبل دعاءنا واستر عيوبنا أو اكشف كروبنا. اللهم ربنا إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك ربنا أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ربنا ونتوب إليك ونعول في إجابة دعائنا عليك، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.